بيسعدنا نرحب بالدكتورة راما زرق، سفيرة النوايا الحسنة للطفولة في سوريا وهاني العسلي، مدير ومؤسس فريق عطاء التطوعي. صباح الخير ورمضان كريم ينعاد عليكم يا رب. صباح النور. صباح النور، يسعد صباحكم ورمضان كريم عليكم وعلى الجميع. يسعد صباحكم يا رب، نورتونا. يعني دكتورة راما رح نبلش مع حضرتك، حضرتك ضيفتنا الدائمة وبنحكي عن جد هي الأعمال يلي كلها خير وعطاء وكلها محبة. شهر رمضان بتتجسد هي المعاني بكل تفاصيلها الايجابيه والحلوه، كثير عم نشوف هالايجابيه عند شبابنا اليوم، قديش مهم اليوم العمل التطوعي وهذا العطاء الموجود عند شبابنا ليعكس الجانب الايجابي بالمجتمع السوري. اكيد شوفي، هي دور المؤسسات او خلينا نقول المؤسسات الحكوميه دورها اكيد كبير كثير، ولكن احنا دائما بحاجه لشيء يسد مع المؤسسات ويكون يغطي مساحه. الاحتياجات صارت كبيره كثير، ظروف البلد صارت صعبه، صرنا نحن بحاجه فعلا لعناصر بشريه تقدم شيء، او خلينا نقول كمجتمع مدني يكون متكافل ويكون واقف مع المؤسسات الدوله. من هون زادت هي الحاله، نحن الحاجه هو اللي زاد. طبعا اكيد نحن عندنا هي المسؤوليه الاجتماعيه موجوده بشبابنا، خلينا نقول مبدا التطوع كمان موجود بشبابنا، بس هلا زادت كثير، بس هي زادت بهي الفتره لانه نحن فعلا بحاجه لهذا الموضوع، فعلا بحاجه انه نحن نكون واقفين مع الدوله ونكون مساندينا. من هون انا دائما بركز على المجتمع المدني لانه هو بركز على هويه المواطنه، هويه المواطنه اللي هي فيها التطوع، لانه هذا المتطوع كشب هو اراديا رايح ليقدم شيء، يعني هو عنده العطاء من دون ما ياخذ اي شيء، هو حابب يقدم شيء وعم يحس كمان يمكن بالمجتمع وبالمجتمع وبدوره، لانه هو الدور هو كثير دوره اساسي بهذا الموضوع. فمن هون التطوع زاد عندنا، مبدا التطوع حتى الغيريه، يعني صاروا الشباب انه انا عم بعمل هي الفعاليه فانا بدي اعمل شيء ثاني، بدي يصير انا لا بدي اعمل فعاليه اولى وثانيه وثالثه، فهي الغيريه هي كثير هي كثير شيء ايجابي، لانه هي بيصب لمصلحه العامه للمجتمع. هو ما له مصلحه شخصيه وانما هي مصلحه عامه. اكيد مصلحه عامة بكل معنى الكلمة. بننتقل لعندك هاني وفريق عطاء التطوعي اللي له سنوات طويلة عم يشتغل يمكن على الأرض، خبرنا عن نشاطكم خلال هي السنوات وتحديدا بشهر رمضان المبارك. مثل ما قلنا انه يمكن الحاجة اليوم زادت واحتياجات الناس كمان عم بتزيد. هلا نحن متواجدين، فريق عطاء التطوعي تواجد ب 2016، كان أول فعاليته كان موجودة بخلال شهر رمضان الكريم. مجموعة شباب وصبايا حبوا انه يقدموا شيء للمجتمع عن طريق فريق. بلشنا نشتغل ب 2016، بعد سنه تقريبا سنه وشوي تعرفنا على الدكتوره، احتضنتنا وشكرا كثير لدعمها. واصلنا يعني صرنا نشتغل فعاليات مختلفه، استهدفنا كل فئات المجتمع. بلشنا مثال بلمه رمضان، هلا ثلاثه صرنا بمكافحه توعيه مكافحه سرطان الثدي، بالاضافه الى اهم في حدث كان هو عرض اول مره لعرض ازياء الاطفال الداون. أكيد. في كثير يعني نحن ما عندنا فئه مستهدفه وحده، نحن شرائح المجتمع كلياتها، من طفل لمسن لسيده لاي شخص كان بالمجتمع. يعني بما انه عم نحكي عن رمضان ولمه رمضان هي الفعاليه، خبرونا عن توزيع السلال الغذائيه، قديش اليوم عم تقدروا انكم تحصوا عدد الاشخاص؟ مين هن الفئات المستهدفه اللي عم تتوجهوا لها؟ كيف قدرتوا تاخذوا داتا معينه عنهم لهدول الاشخاص؟ هلا اكيد اللي هي الداتا طبعا اكيد ماخوذه، اول شيء طبعا الشباب كان في داتا معينه نحن موجوده عنا، واعتمدنا على وزاره الشؤون الاجتماعيه طبعا مشكورين، كانوا دائما ايد مساعده لنا بكل شيء، فهي الداتا نحن اخذناها. حاولنا نحن نركز على الاسر اللي طبعا اكيد اول شيء في ممكن يكون في عندهم اطفال مثلا، ممكن احتياجات خاصه، فاقدين رعايه، ركزنا على هدول الاسر اللي هن فعلا بحاجه، او خلينا نقول اشد فقرا وعندهم اطفال. يعني انا ركزت كثير على الاطفال وخاصه بمحافظه حمص، كان كثير هذا الموضوع انه لانه في كثير اطفال واسر هن فعلا غير قادرين على اعاله اطفالهم، فركزنا على هذا الموضوع. الداتا دائما ناخذها نحن من وزاره الشؤون الاجتماعيه، اكيد في ايادي بيضاء دلونا على كمان يعني بعض الاسر اللي هي فعلا بحاجه، وطبعا الشباب شباب فريق عطاء يعني مثل مسح عملوا داتا كمان على الارض ليقدروا يجمعوا اكبر عدد ممكن من الاسر المحتاجه. حلو،
هلا اذا بدنا نحكي كمان عن المبادرات اللي عم بتقوموا فيها حاليا غير توزيع الاسئله الغذائيه، يمكن في مبادره لاحياء ليله القدر، خلينا نحكي عن هذا الموضوع وشو محضرين. تمام، بس بدي اوضح شغله بس. لمه رمضان هي كانت مو بس بدمشق، هي مثل ما وجهت الدكتوره انه هي ثلاث محافظات، هي شام او حلق، شام وحما وحمص. عقبال حلب، بما انه قلت حلب قال نتمنى نحن انه ان شاء الله هي المبادرات يعني تكون بكل المحافظات، مو بس بمحافظه او اثنين او ثلاثه، ان شاء الله يا رب. فنحن هي كانت هي عباره عن توزيع سلال. انت حضرتك ذكرتي كانت بمعظميه، مو بس في معظميه بالشام، كانت ببرزه البلد، كفر سوسه معصره، كفر سوسه لوان، يعني عدة مناطق كانت مختلفة بالشام. الشق الثاني من لمة رمضان هو عبارة عن إحياء ليلة القدر، سحور لإحياء ليلة القدر للجامع الأموي، هي كمان ثاني مرة بنعملها. الهدف هي السنة إن شاء الله هو 15,000 سندويشة. وطبعا هي سندويشة هي سحور، حتكون سندويشة مالحة، سندويشة حلوة. بنبلش شغل مثل العادة قبل الإفطار، بنجهز امورنا، بعدين ببلشوا بيجوا متطوعين، بنبلش نلف سندويش للاذان تقريبا. للاذان نحن لازم نوصل لاكبر عدد ممكن. نحن هاي امكانياتنا هلا حاليا 15,000، هو عدد كبير. طبعا مو نحن حنقدر نسكر الجامع، في اكيد في مبادرات ثانيه بالتنسيق مع اداره الجامع نحن بدنا نوصل لاكبر عدد ممكن ان شاء الله. يعني قديش حلو هذا، هي الروح انه رايحين من قبل الافطار وفي اشخاص صايمين راح يلفوا ويشتغلوا وبيجهزوا يمكن بكل محل لهدول الاشخاص اللي بدهم الحماس يكونوا معكم. حماس يعني انا احيانا انا بشجعوني على قد ما عندهم هذا الحماس انه احنا بدنا نعمل بدنا نساوي، فهذا كثير قديش هو حلو. يعني حتى هو طبعا بهلا بليله القدر هن طبعا دعوا متطوعين انه اي حدا يجي يساعدنا ويكون معنا حتى من فرق اخرى. تمام، يعني او حتى متطوعين، حتى اي شخص نعم. حابب يتطوع معنا يتواصل معنا حتى حتى في عده احتمالات انه نحن مشان نحصل العدد تقريبا وشان يجي نستقبله موجود. يعني انتم راح تروحوا بشكل عام راح تكونوا متواجدين بالجامع الاموي بساحه المسكيه مقابل الجامع الاموي، موجودين تقريبا يعني راح يتوافد المتطوعين الساعه 9 الصبح. يعني بهي الليله اللي كثير حلوه، الليله اللي هيك فيها روحانيه وفيها انه قديش يمكن باب السماء مفتوحه، قديش هالعالم بتدعي لكم ان شاء الله، بتدعي وهذا الشيء بيزيد المحبه، بيزيد الخير، أكيد. بيزيد انه نحن نفكر بالاخرين، بخلينا نفكر هذا روح العمل الجماعي. يعني هو اهم شيء العمل الجماعي، يعني انت وقت دائما بتعطي هذا هي الروح وهي اللي موجوده هلا عنا، يعني نحن اكيد نحن بخير. انا دائما بقول له نحن بخير طالما في عنا هيك شباب ان شاء الله. دكتوره عم نشوفك متواجده مع احد الفرق التطوعيه اليوم وبدعم كامل، خلينا نحكي عن المشاريع الاخرى لك دكتوره وكيف عم بتساهمي يمكن بدعم الناس وتوقفي بجانبهم. شوفي انا يعني فريق عطاء لانه عن جد فريق فعلا يعني يكافئ انه هو عن جد عم يشتغل كثير شيء حلو، فانا فعلا وقفت معه. اكيد انا ممكن اوقف مع اي حدا، ادعم اي حدا. هو طبعا دعم ممكن يكون دعم مادي، دعم لوجستي، يعني كموافقات، كل هاي القصص نحن بنتعاون فيها مع بعضنا، والشباب هن اللي بيشتغلوا على الارض وهن اللي بينفذوا يعني. ف يعني انا بتمنى اي فريق اكيد واي جمعيه، ونحن كثير قدمنا، يعني قدمنا مو بس انا مو لفرق، كمان تقدمنا لجمعيات. هدفي هلا هي انا اغطي كل المحافظات السوريه ان شاء الله. ان شاء الله حيكون بعد رمضان عندي عنا بحلب، حنروح على المستوصفات المجانيه وحنقدم ان شاء الله ادويه لكل الاسر المحتاجه بحلب، فان شاء الله حنكون متواجدين بحلب بعد العيد ان شاء الله. فحنغطي، عم نعمل فرق، يعني هي طبعا فريق عطاء بس نحن عم نعمل فرق متطوعين بكل منطقه بكل محافظه. هي الفكره الحلوه انه نحن ما نركز بس على العاصمه طبعا، اكيد انا بالعكس انا عندي اني انا ركز على القرى والارياف. هي هذا هدفنا اليوم، لانه دائما المدينه بتتواجد فيها موارد اكثر من هي المناطق، وانت بدك تنشري هذا الوعي وهي الثقافه تبع التطوع، تنشريها بكل اماكن، فانت لازم مفروض انك انت تبداي بالارياف، نشر الوعي الثقافه. يعني انا هي كثير بتهمني هذا الموضوع،
فنحن مش على هذا الاساس بلشنا نفوت بالمحافظات. لهيك يمكن كنتوا عم تقولوا حلب عم تزلقوا بحلب، انت زلقتي زلقتكم بحلب. هاني يعني ليله القدر رح تكون بس بدمشق هي الفعاليه، او كمان رح تنقلوا هي الفكره لباقي المحافظات اللي انتم متواجدين فيها؟ بصراحه في بعض الاشخاص كانت تتمنى انه تكون موجود معنا، تمام، من غير محافظات بهي المناسبه. ما قدرنا بصراحه كثير بالتنسيق، يعني مثل ما قالت الدكتوره دعم المحافظه دائما اكبر من دعم غير محافظه. فنحن بالشام بصراحه في دعم كان كبير، وشكر كثير كبير للشركات اللي دعمتنا، اللي امنتنا كل المواد، مثلا من لبنه من جبنه كل المواد كانت لي. فنحن بصعوبه احيانا بنواجهه بالمحافظات الثانيه، فما قدرنا ان احنا نامن الكميات المطلوبه بالمحافظات الباقيه. ان شاء الله، فان شاء الله بالسنوات الجايه الكل، يعني حتى جماعه حمص، جماعه حما، كلياتهم بحابين انه يساووا هيك شيء، يقولوا يا ريت نحن نساوي هيك شيء. يعني يمكن دعوه لاهل الخير انه هن يساندوا هي الفرق، اكيد يدعموها، يوقفوا جنبها بكل المحافظات. يمكن بهي المحافظات، في محافظات صدقا بحاجه لدعم كثير كبير، وبحاجه ل يعني لانه نوقف، خصوصا بالارياف، يعني في حالات صعبه والظروف الاقتصاديه كل ما انا عم تصعب. يعني شفنا بهال السنة هي ما كانت ابدا سهلة طبعا. نعم، يعني شو ما بتغطي بيكون كثير منيح، اكيد هو ما حيكون تغطية 100%، بس يعني بكفي هذا النشر، انا بعتبرها هيك خطوات هاي لشيء ثاني ان شاء الله اكبر. ان شاء الله. هاني بباقي المحافظات كيف بتنسقوا لفعالياتكم؟ انتم بتطلعوا او فرقكم موجودة هنيك هي اللي بتنسق الفعاليات والمبادرات؟ هلا في بصراحه مسؤول الفريق، مسؤوله فريق حمص يعني نار اسبير، ومسؤول حما هو شريف، تحيه لهم. وطبعا في متطوعين تقريبا 20 25 شخص بعشره بحما. هدول الاشخاص هن اللي بيشتغلوا. انا كمسؤول ومع الدكتوره بنسق معها كموافقات كاشات كدعم من لهم شركات اشخاص. بالإضافة ممكن أحيانا الشام تطلع على حمص، يعني مثال من سنة ونص فريق الشام طلع على حمص، وفريق حمص نزل على الشام وقت كان في ماراثون سرطان الثدي. يعني في فعاليات، بعض الفعاليات ممكن نحتاج لعدد أكبر من المتطوعين، فالفرق بتساند بعضها، يعني مو بس محتكرين الشام على المتطوعين الشام. هي أهم شيء. إذا بنحكي اليوم عن الصعوبات اللي ممكن عم بتواجهكم كفريق عطاء وباقي الفرق التطوعية، خلينا نعرف شو يمكن أبرز الصعوبات، كيف قدرتوا تخطيتوها اليوم من 2016 اليوم؟ يعني وقت طويل وبده جهد كثير وتعب كثير. هلا طبعا في كثير صعوبات بنواجهها. في كثير صعوبات بنواجهها، بس وفي طبعا بنحكي في تسهيلات كثير بتتقدم لنا. طبعا اولا شكر كثير مره ثانيه دعم الدكتوره لهذا الشيء، عن طريقه بتساعدنا كثير مثل ما قالت، بالموافقات، بالدعم المادي، عن طريق اشخاص بتعرفهم. في اشخاص كثير تجار بتدعمنا بهذا الموضوع، بس للاسف مثال من سنتين وتساوينا ليله القدر كان دعم اكبر، كان بدون ما نحكي يعني او شيء، كان اجانا المواد، اجانا الظروف، اجانا يعني كل ما الظروف العامه اللي تغيرت، هي الظروف العامه تغيرت بالنسبه لحوالينا. فنحن عم نواجه صعوبات، مثال لتامين المواد، لتامين الفكره، يعني القصه كلياتها اذا بدي اساوي فكره اطلع فيها بالشام او بحمص او بحما لازم يكون عندي دعم بهذا الموضوع بكل يعني، حتى اذا كانت الفكره مميزه كثير ممكن تحتاج لدعم مادي كبير او لمعدات كبيره، فممكن هي اكبر صعوبه. باقي الشغلات ما بنعتبرها كثير صعوبه، لانه في تسهيلات من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، المحافظه، بكل المحافظات، بكل التعاون يعني، حتى احيانا هن بيدعمونا بمواد لوجستية. يعني نحن بنتمنى فعلا مثل ما ذكرنا قبل شوي فرح انه العالم تزيد موضوع التكافل الاجتماعي، نحن بحاجته هلا اضعاف مضاعفه عما كنا. يمكن خلال فتره الحرب
ما كان الوضع الاقتصادي واصل لهي الصعوبة اللي هلأ عم نوصل لها. للأسف في حالات جدا حرجة ماديا وهي بحاجة إلى دعم خصيصا بشهر رمضان. راما اليوم حكيت لنا عن مشروع أنه رح تروحوا على حلب، في مشاريع أخرى عم تحضروا لها، شو عم تحضروا بما يخص هلأ الفعاليات الصيفية؟ هلأ هي رح نتركها مفاجأة. هي حتستهدف أطفال، نعم، من فئات، بس هتكون بطريقه فيها استدامه، يعني هي ما لحالها، هي عباره عن فعاليه صغيره حتكون ونمشي فيها. لا، نحن هلا حنروح لاتجاه اللي فيها استدامه، اللي فيها مده طويله، اللي هي ممكن تغطي حاله طفل معينه لوقت طويل، يعني هي ما تكون هيك حالات مؤقته وصغيره. هو هذا هلا اللي حيكون مشروع. هذا حيكون المشروع الكبير ان شاء الله لكل الاطفال وان شاء الله بكل المحافظات ان شاء الله. ان شاء الله. هلا احيانا الفعاليات بتستدعي الظرف اللي انت فيه، يعني لانه انا دائما اختصاصي الاطفال، بس هيك رمضان له جو، نفحة رمضان هيك شهر جود وكرم، وحسيت انه ممكن نحن اذا غطينا السله الغذائيه ممكن انا اغطي معها الاطفال اللي عن جد بحاجه، اللي بتساعد عيالهم. فرحنا على هذا الاتجاه، فاحيانا الظرف هو اللي بيساعدك ليعطيكي فكره معينه للفعاليه، ممكن تكون فجاه. يعني فجاه يقول مثلا هاني انه انا والله حابب اعمل هيك، شو رايك مثلا؟ انه ايه اوكي حلوه. يعني احيانا الظرف هو اللي بيستدعي انك تعملي انت شيء، يعني حتى بالسله عم نشوف احيانا ببعض السلل متوفر شغلات للاولاد، وهذا الشيء يعني تمام. في بعض الفرق عم تتذكر الاطفال، فهذا الشيء بيعمل هذا كان عندنا نحن بمحافظه للاولاد انه يلاقوا غرض لهم خاص فيهم. كثير حلو هذا، كان بمحافظه حمص، كنا عاملين هي الفكره وحاطين معها هيك اشياء طبعا للاطفال، فكمان كانت موجوده هي الفكره. اكيد كل الشكر لك دكتوره، وشكرا لك كمان هاني، كل التوفيق لكم، واكيد منبر الاخباريه السوريه بنقول لكل الاشخاص اللي قادرين يقدموا لو شيء بسيط ان كان تطوع او يحسوا حتى بحاجه الناس الاخرين بهذا الظرف الصعب، انه نكون نحن ايد واحده، دائما الفرق جاهزه لتستقبلكم وتكون ايد واحده معكم. وكل الشكر لكم، بتمنى لكم كل التوفيق. خليني اياكي شكرا لكم انتم ولقناه الاخباريه.